السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هنها إن شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال طريقة جديدة لتكسير الخبز وتقديمه للأرانب. إذن بلا شك أن أي يعني عائلة أي منزل كيشيط عليه واحد طروفة ديال الخبز، هذا الخبز هذا ماشي أننا نرميوه، حرام أنه يترمى. ممكن أن نديروه في واحد يعني الآنية، يعني ما نديروش ميكا باش ما يرجعش عليه هذاك الندى ويصوف، ونخليه بحال هكا يعني فيه الفراغات، يعني ممكن واحد الشبكة ديال المعان ولا أي حاجة تكون منفسة، ونخليه فيه هاد الخبز هذا حتى يكرم. منين كيكرم ممكن أننا نقطعوه، يعني هذا هو الموضوع ديالنا ديال هاد النهار، ممكن أننا نقطعوه ونعطيوه للأرانب ديالنا. دابا القضية ديال التقطيع خصو يكون يعني على قد يعني الفم ديال الأرنب. علاش؟ لأن ملي كان نخليوه هكا يعني كبير هكا، ممكن أن الأرنب يجي يبقى يأكل منه شوية، ولكن في نفس الوقت ممكن أنه يحط يعني يتبول، أعزكم الله، يتبول فوق هاد يعني الخبز، وممكن أنه الفضلات ديالو تجي فوق منه، وإما ينفر منه إما يأكله ويجي انتفاخ. يعني إلا مشات تبول أعزكم الله فوق هاد الخبز هذا، يعني لابد ما يوسخ فوق منه، ومشى تاكل منه كيجيه انتفاخات. اذا الطريقه كاينه عاوتاني واحد السلبيه اخرى، ان الارنب كيبقى ياكل منه، ومن كي الا كان في الكاج، الا كنتو حاطينه في الكاج، الا بقى ولا قد هاد المرسو مثلا، هاد المرسو الا بقى رقيق هكا كيطيح في وسط من الكاج وكيمشي للبلاصه ديال الفضلات، يعني كتضيعوا مثل هاد المرسويات هادو. اذا يعني الطريقة العادية هي أنكم كتكسروا الخبز تخليه حتى يكرم. هانتوما أنا نجيب لكم واحد الطريقة جديدة، يعني لأن كاين بزاف لي كومونتير قالوا لك، جاوني قال لك هذا الخبز يعني أنا كنقطعو يعني بالمقص ديال الشجر، وعندي مثلا واحد الروبوت هو مولينيكس كنحطو فيه وكيتطحن، ولكن الناس قال لك حنايا ما عندناش هاد الوسائل هادو، وهذاك المقص ديال الشجر ممكن انه يأذينا، يعني باش ممكن نقطعوه واحد الطريفات صغيورين، وتا كيهز الوقت. الطريقه اللي ابتكرتها ولقيتها صالحه، وهي انكم يشيط عليكم خبز ويحماض، يعني صافي تبغوا ديروه يعني باش يكرم وتقدموه للارانب ديالكم، ما تخليوش تيكرم في الشمس، لا شدوه وقطعوه في الاول. انتم كما شفتوا معايا هذه الطريقه، هذه الطريقه شنو هي؟ هذه انايا كل هذا البانيو هادو قطعته في ربع ساعه. كيفاش غادي نديرو التقطع ديالو؟ نخليه باقي ما كارمش، يعني نخليه باقي عاد خبز. يعني لاحظوا انكم كتشوفوا معايا غير كنقيسو باقي باللبابه ديالو. اما هذا الشكل هذا لا، هذا قاصح، انتم هذا قاصح، ما غاديش تقدروا تقطعوه بسهوله، يعني اما خصكم مهراز او خصكم يعني غادي تاخذوا فيه الوقت بزاف باش ممكن انكم تقطعوه مثل هاد الطريفات هكا. انتم غادي نوريكم بحال هكا طريفات صغيورين، مرسويات صغيورين قد هكا غادي يجيكم صعيب انكم تقطعوا بهاد الطريفات هكا، وغادي يديكم الوقت، ومع المده غادي تملوا. يعني انا ديما التربيه ديال الارانب كنحاول انها نردها يعني ترفيه ماشي ملل، يعني باش تقطعوا لهم بهذه الطريقه هذه راه شويه صعيبه، وهي سهله، ولكن الا بقات يوميا غادي تملوا، غادي تملوا من هذا الاخر، غتقولوا لا كيخصنا شي طريقه اللي نقطعوا بهذه الطريقه هذه وتكون سهله. الطريقه اللي ديال هذا النهار، وهي قبل ما يكرم، قبل ما يولي هكا، يعني يلاه باقي عاد جديد الخبز، يلاه باقي باللبابه ديالو، تقطعوه غادي يجيكم ساهل، يعني غتبقاو ديروا له بحال هكا هانتوما باقي باللبابه ديالو، الا كان باقي باللبابه ديالو غير كديروا له بحال هكا كيتقطع. هانتوما لاحظوا هنايا، هاي الطرف ديال الحرشه كيكون باقي عاد ناخذ تقطعوه غير بيديكم غير هكا، يعني تقطعوه مرسويات هكا، هانتوما باقي عاد باللبابه ديالو. ومنين كيولي هكا لاحظت واحد القضيه، انه كيكرم دغيا. علاش؟ لان الا كان هكا قد هاد الطرف مثلا
السمو كيوقع ملي كضرب فيه الشمس كيبدا يكرم غير في الجوانب، ولكن الوسط ملي كتقلبوا الوسط ديالو كتلقاو باقي فيه اللبابه. علاش؟ لان الطرف كبير. اما الا درتوا له الطريقه هذه وقطعتوه، يعني هو باقي عاد شوفوا سمو شوف 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 معايا ها انتم، يعني غير كان غير كان الحادي فيه كيتقطع ها انتم، يعني ممكن ان غير هكا تلفوا فيه الوقت وما كيضر ما والو، لان ما كيكونش كارم. غادي تقطعوه هكا، كونوا متاكدين الا قطعتوه بهذه الطريقه هكا غير كيضرب فيه الشمس واحد الساعه، ساعه ديال الشمس صافي كيكرم. يعني انتم وفرتوا على راسكم يعني العناء ديال التقطاع، وفرتوا على راسكم ان كاين الناس اللي كيقول لك ما عندناش الشمس بزاف في البلاد ديالنا، ممكن انكم غير تقطعوا بهذه الطريقه هذه وهو باقي عاد البابه هكا، غير البابه انتم راه هكا ماشي كارم، راه باقي البابه انتم ها انتم الا درتوا بحال هكا كتلقى باقي عاد البابه فيها، ساهل باش يتقطع. منين تقطعوا وهو البابه هكا من بعد كيجيكم ساهل، غير كتحطوه في الشمس. انا جربته راه ساعه ساعه كيولي كارم. دابا هذا راه غير الشمس باقي ما جاش، لان باقي عاد الفتره الصباحيه راه باقي ما كاينش الشمس، غير يجي الشمس غير غادي تحطوه واحد ساعه ان شاء الله، لان الشمس غادي تحكم على كل قطعه، ماشي تحكم على قطعه كبيره بحال هكا، لا كل قطعه غادي تحكم عليها بوحدها. هانتوما ساهل تقطع، يعني تسليه، هادشي تسليه ماشي لابد وحبذا لا تكون يعني تجيبوا كميه كبيره بحال هادي، كميه كبيره وتقطعوها في خطره صافي مره في السيمانه صافي، وهاد البانيو صافي غادي يصلح لهم. هذا راه بانيو كبير تبارك الله، شوفوا راه بزاف هادشي هانتوما، هانتوما راه بزاف بزاف، راه ممكن انه يضرب واحد نقولوا 15 يوم ديال القطيع كامل. مزيان مزيان. إذن هذه هي الحلقة ديال النهار، كنظن أنني جاوبت على بزاف ديال التفسيرات اللي ديال الناس اللي هضروا معايا في لي كومونتير، يعني كيفية تقطيع وتكسير هذا الخبز، يعني طريقة سهلة وبسيطة، يعني نقطعوه قبل ما يكرم، هذا هو الجواب ديال هذا النهار، نقطعوه قبل ما يكرم. والخبز راه شحال من واحد كي في لي كومونتير قالوا لي واش نعطيهم الخبز ونحيدوا عليهم الماء في الفتره اللي نعطيهم ياكلوا الخبز، نحيدوا عليهم الماء. هذه معلومه خاطئه، انا كنعطيهم الخبز نعطيهم معاهم الماء مباشره، الحمد لله راه غادي بهذه الطريقه ما 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 ما, ما, ما كيوقع والو، ما كيجيهم لا انتفاخ، ما كيجيهم لا اسهالات لا والو، يعني تعاملوا بطريقه عاديه وان شاء الله ما يكون غير خير. هذا هو الشعار ديالنا ديما اللي كنقدموه في القناه، شعار تحفيزي، الخير جاي القدام، جاي ديما القدام، حاولوا انكم ما تستسلموش، ديروا هاد المشاريع هادو، وخا تلقاو صعوبات في الاول حاولوا انكم يعني تثبتوا راسكم وتصروا، كاين واحد الاصرار واحد الهدف غادي توصلوا له ان شاء الله، وهو هذا المشروع انه يكون كبير، وان شاء الله غادي يرد عليكم النفع والخيرات بالنسبه للعائله ديالو. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، دعمونا ما تنساوناش بالدعم، ديما دعمونا باش نقدر نصيفط لكم بحال هاد الفيديوهات هادو اللي كينفعوكم، وراها باينه في لي كومونتير، كتشكروني بزاف، انا كنشكركم، انا كنعتبركم عائله بالنسبه ليا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجام باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.